صباح الخير، بنرجع لكم زملائي باستديو الاخباريه. بلشت قرعه الاجراس والقداديس، بلشت هلا لاحياء ذكرى الشعانين. اجواء كثير حلوه طبعا، اقبال من العالم، يعني العالم نازله جايبه اولادها وحاملين الشموع. ان شاء الله يا رب بتنعاد عليكم. رح ناخذ هلا بعض من اللي حاضرين هلا بالكنيسه. كل عام وانت بخير. الف خير يا رب، ينعاد عليكم وعلى سوريا وعلى شعبه وعلى جيشنا وقائدنا بألف ألف خير. ونحن يعني شلحنا كل شيء ورا ظهرنا وجايين نعيد نبسط أولادنا، وإن شاء الله يا رب نتفائل ونتأمل إنه يعني للقدام للخير، وإن شاء الله بإذن الله منتصرين، والعيد الجاي بتكون سوريا بألف خير وخالصة من كل شيء، من كل شيء بضرها يا رب. والله يحميها ويحمي كل مواطن شريف وكل يعني شخص أو إنسان ضحى بهالبلد، والله يحمي الجميع ويا رب منتصرين بإذن الله. شكرا كثير. كمان بنشوف هدول الاطفال الحلوين اللي جايين اليوم على احد الشعانين. شو بدنا نقول اليوم؟ كل عام وانتم بخير. مين بدنا نعايد اليوم؟ شو جايين اليوم نعمل؟ يعني ننتقل للحلوه. شو بدنا نقول اليوم؟ شو جايين نعمل اليوم؟ جايين نعايد. شو بدنا نقول لسوريا اليوم؟ شو بدنا ندعي لسوريا؟ شو بدنا ندعي للجيش اللي خلانا نحن اليوم نكون هون؟ الله يحمينا. كل عيد وهو بألف خير. كل عيد وانت ألف خير. يعني عم نشوف الأطفال اليوم فرحانين نازلين. كمان رح ناخد حدا حاضر. كل عام وانت بخير. انت سالمة. اليوم جايين لنحتفل بأحد الشعانين. شو بدنا نقول اليوم من هيدي الكنيسة لكل العالم؟ عم نشوف الأجواء سوري اللي هو أكيد صامد وعنده أمل إنه ترجع سوريا أقوى من قبل وأحسن وفيها أمان، وطبعا كل هاد فضل الجيش السوري، وهذا يلي عم يقدم مو تضحيات، أكثر من تضحيات عم يقدم روحه ودمه وأولاده وكل شيء بس كرمال ترجع سوريا أمان واستقرار. ولكن نحن نازلين هلا ولا كأنه في شيء ولا في أزمة ولا شيء، الحمد لله، لأنه نحن عنا أمل أنه ترجع. شكرا كثير لك. يعني نحن هلا طبعا القداس بلش، نحن عم ناخذ البعض من اللي عم يتحضروا ليفوتوا على الكنيسه. كمان رح ننتقل هلا لفريق اليوم جاي كرمال الاطفال يلي عم بتعيد، فريق تطوعي اجى كرمال يفرح الاطفال. رح ننتقل سوا لهم. كل عام وانتم بخير جميعا. أول شيء عم نشوف هالشخصيات الكرتونية، عم نشوف الفرح بعيون الأطفال بس شافوهم. تحكي لنا شوي اليوم ليش اجيتوا؟ أول شغلة كل عام وأنتم بخير، وكل عام وسوريا كلها بخير. نحن فريق تطوعي كلياتنا طلاب جايين نفرح ونشارك إخواننا المسيحيين بهي الحفلة بعيدهم، وجايين نحتفل معهم ونفرح الأطفال. شكرا كثير لك. يعني شفنا هيدي الاجواء طبعا. القداس برجع بذكر انه بلش، بس نحن عم نرصد اول باول الموجودين هلا حاليا. رح نكون كمان برسائل ثانيه، رح نفوت طبعا على القداس، وان شاء الله يا رب بينعاد عليكم وكل سنه وسوريا وجيشها بالف خير. إليك سالي مفدتنا إلى كنيسة الزيتون، وكانت عم تنقلنا أجواء أحد الشعانين المباركة.